بعد الضجة التي أثيرت حول محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني بخصوص العلاقة اللي كتجمعه بشابة ظهر برفقتها بمقطع فيديو علمت شوف تيفي من مصدر مطلع أن الأمر كيتعلق بشابة تدعى سارة وكتنحدر من مدينة سلا وكتعمل كمدلكة بأحد المراكز الخاصة بالتدليك. المصدر ذاته أوضح أن سارة تعرفت على محمد يتيم القيادي في حزب العدالة والتنمية عقب تكليفها مؤخرا بترويد قدمه بعدما أصيب بكسر قبل شهر رمضان الأخير، بالإضافة إلى المساج، وهو ما جعله يعجب بها ويقع في حبها وغرامها. وأضاف ذات المصدر أن الوزير المنتمي لحزب المصباح وبعد أن أعجب بمدلكته الشابة تقدم بخطبتها من أسرتها إلى أنه إلى حدود الساعة لم يعقد قرانه بها بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الشابة سارة لا علاقة لها بحزب العدالة والتنمية أو بحركة التوحيد والإصلاح. ومعلوم أن محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني والقيادي بحزب العدالة والتنمية البالغ من العمر 62 سنة يكبر خطيبته الشابة بحوالي 35 سنة.